أما أولى فقراتنا سلمى لليوم هي موضوع كتير مهم بهم الشباب والصبايا، خاصة بعد هالشتوية الطويلة اللي قعدناها بالكنكونة والقعدة بالبيت والأكل أهم شيء. ومثل ما بنشوف إنه يمكن ببيوت كل العالم في شخص أو أكثر بيعانوا من السمنة، طبعاً بيتجهوا لحميات ممكن كتير تكون خاطئة وتحمل لهم بالتالي نتائج سلبية. اليوم رح نحكي عن أهمية الحميات الصحيحة والرياضة اللي يمكن اللي بتناسب كل شكل جسم وشو هي المعتقدات الخاطئة اللي لازم نبعد عنها لحتى ناخذ نتيجة كتير صح. الكوتش إيهاب الهاشم رح يرافقنا لليوم ويجاوب على كتير من الأسئلة والاستفسارات. صباح الخير كوتش. يسعد صباحك يا رب. صباحك يا رب. يعني بالعادة الناس هيك بتلاقي في كتير بيحكوا عن الرجيم، عن يعني كيف يخسروا وزن، تمارين رياضية، في ناس بتقول لك بتفتح النت بتتفرج، في كتير معتقدات منها صح ومنها غلط. خلينا نبلش بأبرز المعتقدات اللي بتشوفها ويمكن بتصادفك يوميا عن إنقاص الوزن. تمام. هلا احنا الشائعات الخطأ انه هي احنا كبداية ما بنحب نروح على الجيم، بنحب انه احنا نعمل حمية بدون ما نروح على النادي، فهذا شيء من الشائعات الخطأ. لازم احنا ننزل على النادي لانه هذا شيء ضروري، والكوتش اللي بالنادي كتير بفيدنا بهذا الموضوع لانه هو حيوجهنا بشكل صحيح للشيء اللي احنا بدنا اياه. تمام. والشغله الثانيه هي احيانا عالم بتفكر انه احنا وجبه واحده بالنهار بتكفينا، فاحنا بيكون وزننا عم بينزل وهذا شيء خاطئ. الشغله الثالثه هي عدم كفايه اخذ البروتين تمام لجسم الانسان تمام بكفايته الصحيحه. تمام. فهي نوع من الاخطاء اللي بتكون موجوده. كوتش خلينا نوضح اكثر. اليوم كل صبيه لها شكل جسم معين وكل شاب كمان له شكل بيختلف عن الثاني. تماما. كيف بنقدر نختار او بتختار حضرتك الحميه الصح لكل شكل جسم مع يمكن نوع الرياضه اللي بتناسبه كمان؟ شيء اكيد. هلا احنا الشخص اللي بيجي لعنا على النادي فاحنا بالبدايه بنعمل دراسه عن صحته وحالته الصحيه، بعدين بنشوف وزنه تمام والشيء اللي بتناسب معه. تمام. بجوز يكون في عنده امراض فاحنا بدنا نتدارك هذا الشيء. يعني اول سؤال تماما. اذا معه امراض اكيد. وثاني شيء بدنا نشوف الحاله النفسيه، هل هو بيقدر يتجاوب معنا بشكل كثير قوي او كثير وسط او كثير ضعيف، فاحنا بدنا نبلش معه خطوه بخطوه. تماما. فاحنا بناخذ الشكل تبع الجسم، تمام، ناخذ الوزن، ناخذ المقاييس، بعدين بنبلش معه لحتى نوصله للهدف اللي هو بده اياه. أكيد. كمان كوتش يعني بنسمع أحيانا أنه هذا الشخص عم يعمل تمارين رياضة بس ما عم ينحف أو عم يربي عضل بأماكن هو ما بده يربي عضل فيها، فبالتالي عم بيصير شكل جسمه مختلف. هون قديش بتعمل دراسة لوزنه، طوله، سنه، وين فينا نقول كثافة الدهون بمنطقة معينة عنده، فممكن هاي التمارين تفيده أكثر من هاي، مثلا المشي هون بفيد، هون لا بدنا نلعب للإيدين أكثر، قديش بتعمل هالدراسة؟ هاي شغلة كتير مهمة. البداية بده يكون في إرادة من اللاعب تمام أنه هو يسمع كلام الكوتش اللي بده يمشي معه. فإحنا أحيانا منلف تمام من وراء الكوتش، اليوم تعبان يلا ما راح يحس علينا حناكل وجبة تماما، فهذا الشيء بيأثر عليه له هو مو على الكوتش. الكوتش عدم مؤاخذة حيعرف بعدين أنه هو ما عم بيشتغل بشكل صحيح لانه ما عم ياخذ النتيجه، لانه النتيجه احنا في وقت زمني حنوصل لها بهذا الوقت، فاحنا لما بدنا نطول فبده يكون في شيء عم بلف من ورا للكوتش وعم بيشتغل من عنده. تماما. فهي اهم شيء انه الثقه بين اللاعب والكوتش تمام مشان يوصل للشيء اللي بده اياه المبتغى. تماما. فهذا الشيء كمان بياثر. تمام. خلينا نحكي كمان كوتش، اليوم يمكن مثل ما قلنا في حميات غلط، مثل ما قلنا في هي وجبة واحدة باليوم، منها الصيام المتقطع مثل ما قلنا، الكيتو دايت اللي انتشر بشكل كتير تماما. كبير. خلينا نحكي عن الحمية الصح، شو لازم تحتوي على أغذية، ذكرت البروتين، شو كمان لازم تحتوي هي الحميات لحتى ناخد النتيجة بدون ما نحرم جسمنا من الأغذية المطلوبة. تمام. هلأ احنا في شيء عنا اسمه قاعدة متكاملة تماما. فلازم يكون في شيء من الكربوهيدرات والبروتين والألياف والدسوم طبيعية تماما. يعني مثلا بيقولوا دسوم فكروا انه احنا لازم ناكل دهنة نفوت سمنة، لا هذا شيء غلط. هلا الدسوم هي عبارة مثلا فينا زيت زيتون، افوكادو تمام، فهذا الشيء كثير مهم لهذا الشخص اللي عم فوت. والسناكات بقلب التمرين كمان هي شكل كثير مهم، انه انا بعد كل وجبة بنص ساعة او ساعة فوت سناك
بيريحني كثير. مثلا عندي تفاحه خضراء تمام، فيني فوت 5 قطع فريز ما عندي مشكله، بردقانه، بس طبعا هذا كله بده يكون مو عصائر مشان العالم ما تفكر انه انا بدي اتجه للعصير فيني، لا، احنا بدنا نكسب الالياف الموجوده من تمام. هاي الشغلات اللي عم ناكلها تمام، كمان بتساهم بالحرق هاي الالياف اكيد ممكن. اكيد كله هذا بيساعد. فانا هون لما انا بتبع هذا النظام بشكل صحيح فانا راح اوصل للشيء اللي بدي اياه بشكل صحيح. اما انا اذا بدي اقول الكوتش قال لي بردقان فانا بدي اروح اشرب عصير بردقان، حتى العصير البردقان لما انا احيانا بستخدمه تمام هو ما له ضار، بس هو بالنهايه هو بيعمل طبقه رخوه تحت البشره تماما. فهي كل شيء عصائر بحب انه احنا ما نستخدمها بالحميه تمام. فاحنا نستخدم كل شيء اكل فموي مشان احنا نستفيد منه كالياف صحيحه. تمام اكيد. طيب كمان يعني مثل ما حكينا كوتش في كثير انواع هلا من الدايت عم ينحكى عنها، يمكن الكيتو اخذ خليني اقول كثير صيت هي الفتره تماما. نشرحه ونقول انه كمان مثل ما اي نظام في له ايجابيات في له اضرار مشان أكيد. الناس تعرف، ما اي حدا بيقرا عن نظام فورا يتجه يتبعه. الكيتو نظام يعني تاني برا علم رياضتنا، احنا ما بنستخدمه تماما لانه احنا بنحسب حساب سعرات تمام للجسم مع رياضه. الكيتو اللي ما بده يلعب رياضه فهو بيستخدم الكيتو تمام، بيستخدمه فهو بينزل، بس مع النهايه بالبدايه ما حيعمل له بشره مشدوده مع جسمه، رح يكون في عنده نسب رخاوه. اما في ناس بتستخدمه لفتره بعدين بتغير النظام تدريجيا وبترجع على نظامنا، فهذا الشيء مو غلط. تمام. يلي بيستخدم حمية صح ويمكن طريقة الرياضة صح بتناسب شكل جسمه، هل من الممكن كوتش إذا قطع الرياضة يرجع لكسب الوزن مثل قبل، أو فينا نعمل برنامج حمية فقط لتثبيت الوزن؟ هلأ إحنا اللي بيلعب الرياضة لفترة وبيحافظ على شكله تمام بمستوى النظام الغذائي هلأ ما بيرجع فورا لأنه هو صار له فترة على نظام الدايت والأكل، لكن إذا طولنا المدة عدم رجوعنا للرياضة وبلشنا نخبص بالمستوى الأكل تمام فبرجع الوزن وبرجع أكثر من الأول. خبرية حلوة هيك أكيد. هي رياضة روح للبني آدم، أي إنسان لازم يتبعها وما لازم يتركها. أكيد. كمان خلينا نحكي اليوم عم تتحضروا لبطولة باللاذقية، بطولة العرب، نحكي عنها كمان. تمام. هلأ إحنا في عنا بطولة عرب بالشهر التاسع ب18/9 تمام. صرنا زمان احنا ما قدرنا نستضيف بطولة تقريبا من 2010، فاحنا بدنا نشكر الاستاذ منار هيكل اللي سعى كتير وتعب كتير لحتى قدر يجيب هاي البطولة اللي عنا على البلد تماما. وعنا كم ان شاء الله من الابطال هاي السنة ان شاء الله ببيضوا الوش ان شاء الله. اكيد ما عندنا شك. خلينا نحكي كيف عم يتم تدريبهم وتاهيلهم لحتى يفوتوا بهي البطوله، لانه اكيد يعني لما نحن بنقرر نفوت بهي البطوله بدنا مركز كثير منيح وبدنا نتيجه حلوه. تماما اكيد. هلا احنا في عندنا تجارب بشهر 7 لانتقاء المنتخب. بعد ما يصير في انتقاء للمنتخب الاتحاد تمام بيعمل لهم معسكر على حسابه لمده شهرين لمده البطوله، فهنا بتكفلوا فيهم بمستوى الغذاء تمام والتمرين وكل شيء. اما هلا برا فهو كل لاعب مع الكوتش تبعه اللي عم بيحضره تماما وماشيين وعم بتمرنوا بالصالات تمام وامورهم كلها جيده. اكيد. يعني رح يكون في شيء خليني اقول احترافي عالمي بالبطوله، رح يكون في اشتراك فيها. تمام. هلا احنا لما بنقول بطوله عرب او بنقول بطوله اسيا او بطوله عالم مثلا فاحنا هذا المستوى احترافي لابطالنا تمام، وعندنا هذا المستوى بالبلد تمام. فهي البطوله كثير قويه، فيها 12 دوله مشاركه تماما وفيها كروت احتراف لكل وزن. هي بالعاده بيجي كروت الاحتراف كثير باي بطوله، لكن مساعي الاستاذ منار والاستاذ نسيت الاسم عفوا هلا بنتذكره قدرنا نجيب لكل وزن كرت احتراف. تمام. هلا اذا بدنا نحكي كمان اليوم هدول الابطال يلي رح يشاركوا بهي البطوله، ما فينا نسميهم غير ابطال طبعا. تماما اكيد. اليوم قد ايه مهم نحن بهي الظروف الصعبه من كل النواحي، يعني السوريين مخنوقين من كل النواحي، ان كان كورونا ان كان وضع البلد بشكل عام، فشو بتعني لكم اليوم كابطال سوريين اليوم مشاركه بهي البطوله؟ واكيد النتائج الحلوه يعني اكيد لازم تكون موجوده. طبعا اي بطل عندنا بس قولي له بطوله خارجيه او داخليه فهو الهم الوحيد انه يطلع ويرفع علم بلده
تمام. فلما تقولي علم الحماسيه والشيء اللي جواتك لحاله بدفعك انك انت تجتهدي وتشتغلي وترجعي تحضري لهيك بطوله، حتى لو بتكوني غائبه. عم بيكون العبء كثير، اكيد العبء مضاعف، وهو العبء فردي تمام. واحنا الحمد لله بلعبتنا دائما بنجيب ذهب وفضه وبرونز طبعا ان شاء الله. طيب كوتش، خلينا نحكي كمان اليوم قديش في اشخاص يمكن بيكونوا للمره الاولى بدهم يلعبوا رياضه، بيكون صعبه عليهم خياراتهم، بيكون مو عارفين كيف يتجهوا لهذا الموضوع، كيف بدي افوت، انو نادي، شو لازم اعمل، المراحل الاولى انا شو بقدر ساوي، رح اتعذب. بيسمعوا كثير انه اول اسبوع مثلا ممكن الشخص بيعضل بيتعب، فبيصير في عندهم هيك اسئله واستفسارات. خلينا نعطي هيك وصفه بسيطه لكل شخص حابب فعلا بقى يغير نمط حياته ويفوت لأول مرة ويتدرب بالنادي. أكيد هلا أنا بحبذ أي شخص بحب رياضة تمام وبده يتمرن بالنادي لا يخجل تمام ولا يتلبك، لأنه دائما في عندك قدوة جوا تمام، فهو اللي حيوجهك لبر الأمان. أنت بدك تصير بطل فحيوجهك تصير بطل، بدك أنت تضبط جسمك وتنحف حالك وتضلك بصحة جيدة فهو حيوجهك. هي العبرة انه احنا دائما لازم يكون في انه قدوة عالية، الكوتش بمثابة معلم كتير كبير تماما، فاحنا لازم نفوت ونسأله ونستفسر ونعرف. بنفس الوقت احنا دائما لما نفوت على الجيم مو من اول يوم لازم اللاعب يفوت طج ويعضل وانا اليوم حسيت حالي مكسر انه انا استفدت، هذا الشيء لا غلط. احنا بالبداية لازم نتماشى مع اللاعب لانه في عنا ليف ووتر ومفصل تمام، لازم نحركه بشكل بسيط كتير تمام، ما لازم نندفع لهذا اللاعب تمام ونتعبه كثير بشكل غلط تماما. فاحنا لازم نوجهه ونطالعه درجه درجه ليوصل محل ما هو الهدف اللي حاطه بباله يوصل له. هي الفكره كوتش اللي بنشوفها هي ابدا ما انا صح. اول شيء انه بيقسى كثير على حاله بالتمارين، خاصه اذا ما كان في كوتش يوجهه ويدله شو الصح وشو التمارين المطلوبه. ثاني شيء بده نتيجه فوريه، نتيجه سريعه، هي الاغلاط اللي بنشوفها دائما. طيب اذا بدنا نقول بعض الاشخاص يمكن ما بيقدروا يروحوا على الجيم بسبب ما، يمكن ظروف ماديه، يمكن ظروف البلد اللي عم بتصير، وحتى اي شيء كان، فشو هي الرياضه اللي بتنصحه انه يساويها يحافظ على جسمه وبنفس الوقت يمكن يحرق السعرات الحراريه؟ هلا احنا عندنا كذا رياضه هي من الرياضات الجيده، مثلا عندنا السباحه تمام، فهي بتحرك لك عضلات جسمك كامله تمام. بس كل شيء كمان بدك ترجعي لمستوى النظام الغذائي، اي رياضه حابه انت تستهد فيها لازم يكون نظامك الغذائي فيها صحيح تمام. في عندنا الكيك بوكسين مثلا فيها حرق كتير عالي، او الملاكمه تمام، فهي هاي توجهات اللاعب بتكون نابعه من داخله، انا بحب هاي اللعبه فانا بدي اروح لهذا المكان، انا بحب الجيم لازم اروح على الجيم تماما. الاشخاص بيكتفوا بالمشي، برايك المشي ممكن يحقق لهم استقرار بالوزن وحرق المطلوب؟ هلا بجوز نوصل لمرحله انه احنا ننزل بالوزن لفتره صغيره بعدين ما عاد ينزل تمام، فاجباري صار بدك ترجعي لمستوى النقطه اللي عم نحكي عنها، هو المكان اللي بلم كل العالم هو الجيم. يعني انا مكان النادي عدم اخذه، لاعب الطابه بفوت، لاعب السله بفوت تمام، كل الالعاب مكانها هي بالنهايه النادي. طيب اذا بدنا ناخذ هيك نصيحه منك اليوم لكل حدا بالبيت، يعني في اشخاص ما بيقدروا يروحوا على النادي لاي سبب من الاسباب، ان كان ظروف ماديه او غيرها، شو بتعطيهم نصيحه يلعبوا رياضه بقلب البيت؟ هلا بقلب البيت بده يصير يتابع على القناه تمام، يشوف حركات مثلا بمستوى هوائي تمام، او فينا نجيب مثلا صار في عندنا شيء شغلات كثير كبيره، الاسترتشات تمام، التمطيط تمام العضلي، هذا فينا يعمله بالبيت مثلا، حركات سويدية فينا يتبع، بس كمان بالنهاية بده ياخذ لنمط معين يثبت عنده وصار بده يرجع يتوجه للجيم. نعم. كمان نسمع كثير من الصبايا انه نحن بدنا نلعب نادي بس بنخاف نطلع لنا على عضلات، ما بدنا يصير شكل جسمنا يمكن قريب من شكل جسم الشباب، بيتجهوا دغري يمكن للزومبا او بيتجهوا لشيء ثاني. خلينا نحكي اليوم عن الصبايا بيقدروا يلعبوا رياضه يحافظوا على شكل جسمه بدون هذا الخوف ما يكون موجود. تماما. هلا احنا كصبايا ما حيصير لهم عضل تمام، الا اذا توجهوا لمواضيع ثانيه مثلا السويدات تمام، لانه احنا ما بنفرز هرمون التستيرون،
هاي شغله. الشغله الثانيه عضل ليصير عنده ليف عضلي لبعد بسنه ليتكون عنده ليف بسيط عضلي. فتصوري انت بفكروا انه انا كوتش طلع لي عضله هون شد، هو ما له عضل شد تمام يعني عليك. وهو يمكن بيوازي الزومبا وهدول التمارين الرياضيه، هلا جيم ما يوازي تماما، عرفتي كيف؟ هذا مبدا وهذا مبدا. شو بتنصح للسيده اي شيء؟ اكيد لازم يكون في تنوع. هلا انا دائما عدم مؤاخذه كصبايا الموجودين عندي بعمل لهم يومين كاجهزه ويوم بعمل لهم اياه مثلا كارديو تمام وحركات هوائيه، وبتضمن فيها مثلا حركات من الزومبا الاستبات تمام عشان تضلها بلياقه عاليه ونحضر نحرق لها فات اكثر فيه. تمام. كمان نسمع كوتش عن كثير سيدات بيقولوا انه في انواع رياضه بتنحت الجسم، مزبوط هذا الحكي؟ هلا هو صح، بس الموضوع كمان برجع لموضوع الكوتش والاكل. دائما باي هدف بتوصلي له، بس هو الاهم باول نقطه من العامل الموجود هو نسبه الغذاء اللي احنا عم نقدر نحطها لهذا الشخص ليتوازن مع مستوى التمرين تبعه. قد ايه بيتدخل كمان طبيعه جسم الاشخاص؟ يمكن في شخص استقلابه اكثر من شخص ثاني، عمر الشاب او الصبيه بيختلف كمان، لما بيكون صغير يمكن بيحرق اكثر من لما بيكون كبير، قد ايه هذا الشيء صح؟ هذا الشيء اكيد 100%. هلا اللي عمره 20 سنه طبعا مو مثل اللي عمره 30 سنه، مو مثل اللي عمره مثلا 45 سنه تمام. فهي احنا سنه عن سنه بيكون عندنا نسبه حرق الايض اخف تدريجيا. وفي ناس استقلابها كثير عالي تمام، اذا بتاكل دهنه عدم مؤاخذه بتلاقيها جسمها فعاليته عاليه وناشفه وعضلاتها كثير حلوه. في طريقه معينه نعلي نسبه الاستقلاب برايك كوتش؟ هلا دائما انا بوجه انه موضوع هي الرياضه تماما، انه انا ما اترك الرياضه بس. طيب كوتش قبل ما نختم حديثنا معك، شو النصيحة الأبرز اليوم بتحب توجهها لكل حدا عامل نظام غذائي ملتزم فيه عم يلعب رياضة سواء كان بالجيم أو بالبيت؟ هلا أنا يعني بدي أقول بغض النظر عن الشيء اللي قلتي إنه مثل ما قلت إنه رياضة حياة تمام، شو ما عملت فأنت توجه لشيء تعمله بتعلق بالرياضة، لأنه رياضة أخلاق تمام، رياضة ثقافة، الرياضة علم تمام، اذا توجهنا لها بتغير نفوس كثيره تمام، بصير في طبيعه طيبه بين البشر تمام، خصوصا انه احنا هلا بوقت لازم نحب بعضنا كثير تمام، نكون مع بعض كثير. اكيد يعني كثير حلو هذا الحكي كوتش، وان شاء الله تضل المحبه موجوده عند كل الناس، والرياضه فعلا تكون اسلوب حياه على قد ما بتصفي النفسيه يمكن بتخلينا برواق كثير كبير وهدوء يلي نحن بحاجته هاي الفتره بشكل كثير كبير. صح. شكرا لك كوتش، كل التوفيق لك ولكل الابطال اللي داخلين على البطوله. بشكركم كثير على المقابله كثير الحلوه وانبسطت فيكم كثير. شكرا لك كوتش، وموفقين اكيد بالبطوله قريبا ان شاء الله يا رب. شكرا لك.